تبارك الله عليكم يا إخوان، ما تنسوش يعني تفعلوا خاصية الجرس وتضغطوا على واحد جيم باش ديما إن شاء الله توصلوا بالجديد، وما كرهناش يعني على الفيديو هذا تعفطوا على 1000 جيم، 1000 سبسكرايب، ولما لا؟ وتحياتي تحياتي إن شاء الله، راه غتشوفوا شي حاجة اللي ما عمركم شفتوها إن شاء الله في المجال ديال المعلومات. أنا راه من أقدم اليوتيوبرز اللي بداو القنوات بكري، ولكن صراحة ما استمرتش ما صبرت. وعلى أي يعني باش نختصروا الطريق ونختصروا الموضوع ديالنا، هشام هاشم بديت معاه حتى هو في هاد ملي بدا، حتى أنا بديت. وتبارك الله عليكم، نتمنى البلان يعجبكم الدراري، وما تنساوش ديما تفعلوا خاصية الجرس باش ديما توصلوا بالجديد إن شاء الله. على بركة الله في هذه الحلقة إن شاء الله غادي نتحدثوا على كيفاش أنك دير تحميل الأدوب الرايدر والتثبيت على الحاسوب ديالك، في الحاسوب ديالك. تبارك الله عليكم. أنا أصلا مفعل عندي أدوب الرايدر، غادي نشعلوا الكامتازيا ديالنا باش نسجلوا لكم الفيديو كيفاش انك تقوم بعملية تثبيت اما تحميل. الدراري راني غادي نحط لكم الرابط في الديسكريبسيون، غتطو وغادي يطيح لكم واحد يعني يطيح لكم المدونة ديالي بلوك سبوت، يعني مدونة يعني على قد الحال. وتحياتي يعني راني كنرمي فيها جميع المعلومات، جميع الاخبار، اي حاجه متعلقه بالكره، اي حاجه متعلقه بالاخبار، اي حاجه متعلقه بالاجريكلتشر، اي حاجه. المهم بلا ما نزيدو يعني نكثروا في الهضره، وتبارك الله عليكم غادي نعاودوا الفيديو، حيت الفيديو الاول نسيت ما شعلتش الكامتازيا، داكشي علاش. المهم تبارك الله عليكم، غنمشيو. انا اصلا محمل عندي ادوب الرايدر، غنوطاو هكا غادي تقوموا بالتحميل ديالو، غيعطيكم في السيت الوينرار، وغيعطيك شنو هو الباتش ديالو في داك السيت. يعني ملي غادي تدخل الديسكريبسيون غتلقى الرابط، غيديك المدونة ديالي، العنوان فاش كاين تحميل كذا وكذا ادوب الرايدر لقراءة ملفات بي دي اف، غتوطى عليه غيطيح لك واحد السيت، داك السيت فاش غادي تلقى ادوب الرايدر تما، وغادي دير له داونلود بالانجلي، داونلود وبالفرنسي تيلي شارجمون. تحياتي. غنمشيو غنشعلو الوينرار ديالنا. قبل ما نشعلو الوينرار غنمشيو البيرو عندنا في البيسي، غنديرو نوفو دوسي، غنديرو ملف جديد، غادي نكتبو عليه ادوب. هاكا الدراري كيفاش تتعاملوا مع لي زافير او كومونتير، لي زافير ديالكم. غادي نمشيو لوين رار، شعلنا لوين رار، غادي نسيليكسيونيو كلشي، غادي نديرو اكستخير فيغ، غادي نوطاو على اكستخير فيغ، غيطيح لينا شومي تاكسي اي اوبسيون او ليكستراكسيون. يعني هذا هو كيفاش انك ترمي داكشي اللي كاين في وين رار الدوسي، نوفو دوسي اللي درنا في البيرو. يعني غادي نحكيو يعني غنشرحو بالخشيبات الدراري باش انكم تفهموا هذا الشيء. يعني راه اي تري فاسيل، تري فاسيل التقنيه، اي حاجه في الحاسوب ما تخلعك. اي واحد يقدر يتعلم بلا ما يعرف يقرا الفرنسي، اي واحد يقدر يتعلم بلا ما يعرف الانجليزيه. غنوطاو على بيرو، غنوطاو على ا في الكلافي ديالنا، غادي يطيح لينا ادوب ديريكت، غنوطاو على اونتري. اوكي يعني شنو درنا؟ يعني هادشي اللي كاين في الوين رار خرجناه النوفو دوسي اللي درنا له لانسكريبسيون ديالو في البيرو. غنمشيو غنحلو، حنا لقينا دابا المعلومات ديال الوين رار، غنوطاو على السيت اب، غنوطاو على وي، عطالينا باش من لغه بغينا نديرو هاد لادوب. انا عزيزه عليا الانجليزيه، غادي نديرو انجلش ايتاينيوس، الولايات المتحده الامريكيه.
طلع لينا الفرنسي بحال بحال. اوكي نيكست، غنطوا على نيكست. قال لك انستال ابديت اوتوماتيكال ريكوموند، يعني قال لك بغيتي تبرمج يعني تثبت انستالي هاد البرنامج اوتوماتيكمون، ديما يدير تحديث لراسو، الى وصلت وقت التحديث غادي يدير تحديث اوتوماتيكمون. انستال وي بينا اللي بغيتي انت، ها عندك هنايا ليكزومبل كيفاش انك بغيتي انستاليه. انا طالع انستالي، هذه هي الحاله اللي زوينه. غنتسناو الدراري وغنتسناو وغادي نهضروا على شي صوالح اخرين اللي هما اننا في هاد القناه، هذه القناه ديالكم، باش تعلموا التقنيه، وباش انكم تعرفوا العالم فين غادي. العالم ديالنا غادي خدام بالتقنيه وبالفيسبوك وبكل شيء وبليزابليكاسيون ريسكين وبزاف ديال لي زانفورماسيون كاينين في هاد الدماغ هادو. وانا من اقدم اليوتيوبرز في التقنيه، بديت مع هشام اللي عنده دابا 300 الف سبسكرايب تقريبا، ممكن يوصلها. وكاين ايدي حيا، ولا ما عرفت محمد اي تيحيا، ولا ما ماشي ايدي حيا، ايدي حيا في دوم اخر مع سيمو لايف. يعني بديت بزاف، يعني شحال هادي بديت هاد الخدمه هادي ديال التقنيه، ولكن ما عطيت لها وما عطيت لي. يعني الحاجه الا ما عطيتي ليها الوقت، ما غاديش تعطيك اخويا. يعني خصك تعطي. والدراري برزطوني، رجع للتقنيه، رجع لهادي، رجع، ولكن هاني رجعت، ولكن بالدارجه المغربيه. تبارك الله عليكم، بالخشيبات غتفهموا الدروس كاملين. يعني غادي نمشيو للربح، ولكن الربح صعيب 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 بزاف. غنفهموكم الدروس اللي فيهم الربح. تبارك الله عليكم، المونتاج والميكساج حتى هو غادي نفهمو. يعني دابا سيت اب ها سكسفلي انستال ادوب رايدر 11، يعني 11 باللغه الانجليزيه، يعني 11 تقريبا، هي هذيك 10 11، هي هذيك 11. كليك فينيش تو اكزيكت سيت اب، هنا غادي نديرو فينيش. ها البروغرام ديالنا انستالا، غيطيح اوتوماتيكمون للبيرو، غنحلوه. غادي نشوفو ادوب الرايدر ديالنا، ها هو ادوب الرايدر 11 فيرسيون 11. وي اكسبت، غادي نديرو اكسبت لهادشي كامل. يعني راه صافي، هو هذاك وهذاك خدام بروغرام، وهذاك برافو برافو لي كارد. المهم نتمنوا الدراري نتمنوا يعجبكم هاد الدرس هذا، وراه كلشي ناضي. داك الشيء غادي نجربو شي درس، احنا غادي نجربو شي درس، راه عندنا هنايا الدروس. شوفوا كيفاش البلان ديالو، واش غادي يقري ولا لا. ها انت غدير اوفغيغ افيك ادوب، ها انت هنايا الدرس ديال الانجليش، انجليش تنس افرماتيف نيجاتيف كويشن سامبل بريزنت، هي سبيك، هي داز نوت سبيك، داز هي سبيك. يعني الدراري بالنسبه للاساتذه هما اللي كيبغيو هذا الشيء ديال الدروس، وحنا حتى حنا راه كنبغيو حتى حنا نقراو باش نلقاو الطريقه سهله مهله تفتح بها لي فيشيي ديالك. تبارك الله عليكم الدراري، ما تنساوش تابوناو وتفعلوا خاصية الجرس. نتلاقاو في الحلقة المقبلة ان شاء الله. تبارك الله عليكم.